حنا كخضاره جات السلطه حيدتنا من الشارع العماسيدي القيات العماسيدي كانوا مليها كل شيء الشارع عملنا بقيات دخلنا العماسيدي المركب شي باع شي ما باع المهم العماسيدي جات عاوداني الحمله فرشوا الخضره دابا حاليا حنا بقينا امرين الشارع عامر العماسيدي يوم الخميس السوق الاسبوعي كان لتحت دابا ولا هنا للمدينه الساكنه راه مرضت كامله العماسيدي من البلديه العماسيدي حتى البرجي ديال الحواده ها المركب سوا المركب ها المركب كيسفر خاوي ثلاثه الاسواق شكون اللي غادي يحمي اصحاب المركب هذو لكن اللي يحميهم الى الله سبحانه دابا بنادم كيبغي العماسيدي يهدر على الحق شكون غادي يتصنت له وشكون غادي يسمع له وشكون صحاب هنا يا صحاب باك وصاني عليك باك صاحبي وصاني عليك دير اللي بغيت البلدية هي التالية العماسيدي ملك العام ديالها كامل عامر باقي العماسيدي يديروا لنا تما باقي يديروا لنا العماسيدي تما العماسيدي ماشينا نتاع النجارة وماشينا نتاع القهوة اللو عند البلدية الكراسة ديال الطوابل عند البلدية وزيدوا وزيدوا وراك شوف الساكنة نتاع زوكي كتعيش ها اللي باع وسمح زاد مسكين مع عماسيدي مابقاش كاع يدور نفسه زايو كاع سمح في الدار ديالو دابا الدار هذه ديالي انا راه مريض هذا ولا هذا هاد الساكنه كامله مرضت وماشي هنا في هاد الحي وهاد الزنقه زيو كامل ها المركب خاوي كامل ثلاثه الاحياء ها ذاك السوق التحتاني اللي رجيت بعدا كوني داروا محطه تاع التاكسيات بعدا مع الناس المحطه تاع التاكسيات لا تاع بركان ولا ديال زيو ولا انت كي كان عايش غادي نمشيو نصوروا واحد البلاصه عاوداني في كاين الخنزة واحد الاخ بعدا كان هدر على الجامع في الجامع حنا كان صلاو وخرجوا بنادم كيركع ربي نعم سيدي الله اكبر كيسمع الجلبانه 120 عند الجامع راه واحد المنكر هذا يرفعوا لنا الدار احنا ما بغيناش كاع الخضره تتباع في الشوارع كاع نهائيين اللي عنده شي بلاصه يعمرها واللي ما عندوش يمشي للمجلس البلدي يعطيه البلاصه ويحترموا بيت الله يحترموا الساكنة اللي عنده شي قانون ديالو يدي اللي ما عندوش يطلب القانون ديالو حنا ما خصناش هاد الفوضى هذه في المدينة نهائيا كاع أنا راه 25 عام وأنا في هاد الخضرة راه بلتني وما كنبغيش الفوضى في الشارع ما عمرو درت عند شي دار ديال شي واحد ولا هنايا وكاري هنايا كاري ب 86 فرق للشر هاي أنا خاسر هنا 9 من اللي راني خاسر هاد المحلات كاملين خاوين وما عمرون عم يبغاو يرجلوا لهم المشاكل ديالهم كيوسخوهم قلنا لهم فتحوا لنا باب له هاد البلايص هادو يشوفوا كيديروا مع مواليهم يشوفوا يردوا لهم فلوسهم ولا يسحبوهم ولا العماسيدي باش هاد المركب خصو يخدم وينقيوه خصنا يسبغوه شوفوا سمونا ها انت الحيطه كاع تشقوا هاد المسؤولين راه بغاو يبلون هاد شو ها شنو هادي تاع علينا هاد المركب خصهم يسلعوه ويريقلوهم لي على 20 عام هو هكا بحال الكوري بالنسبه لي راه كوري هذا ماشي مركب بالنسبه لي انا هذا راه ماشي مركب هذا كوري خصنا يفتحوا لنا الباب ليه ويفتحوا واحد الباب ليه هذا المركب خصو كل شيء يكون بيبان ويديروا لنا الروكارات بنادم خصو يسيق العماسيدي اللي ما فين يمشي ما كان لا روكارات كل شيء مفلق الشجان كاع مهرسين ارى اللهم هذا منكر احنا راه ما فهمنا والو العماسيدي مع المسؤولين هذو وكان طلبنا عماسيدي شي لجنه العماسيدي ملكيه تجي تشوف لنا فين احنا عايشين في هذا الزيو هذا وماشي عندنا المشكل هنا في زيو زيو كان المشاكل الملك العام كامل عامر في زيو هنا يا البلدية العمازيدي تما العمازيدي كيجيو الكاميونات كينزلو تما العمازيدي النجارة اللوح القهاوي العمازيدي الطوابل تما على البلدية الدجاج والفلالس كيتباعو مع الحد ديال البلدية المهم زيو كامل الملك العام بالله راه الخضارة العمازيدي ماشي هما اللي كيعمرو الملك العام وها هنا الفراشة صحاب الحوانت المهم واش غادي نقول لك زايو راه كيشوف في هاد المسؤولين هادو واش كيدور هنا حنا راه عندنا الغير على المدينه نتاعنا خصنا المدينه نتاعنا تكون نعم سيدي في المستوى ما خصناش نشوفوا شي مضر هما هاد المسؤولين هادو مي كيجيو كيحطوا لا على الخضاره دخل المركب ها حنا كندخل المركب دخلنا البارح ها هما اليوم كلشي خرجوا على برا ها هي السوق كامل في الشارع الساكنه راه مرضت انا راه ضد الفوضى وضد هاد القهره وضد المشاكل وغادي نمشيو لهاد السوق هذا اللي داروا لتحت
هاد السوق اللي داروا تحت العباس اللي فيه جوج خضاره خسروا واحد العدد ديال الفلوس. خسرنا على المركب ينجح يخدم خصنا يفكوا لنا المشاكل، حنا ما خصناش كاع نخدموا في الشوارع كاع نهائيا. اشتراك وشي كيكثر يعني كيكثر كامل كيكثر من الزيجان ويكثر من بحال اللي سامحين فيه هاد البلاصه هذه بحال اللي هملوها ماشي مصاوبينها يعني باش وسط المدينه ومهملينها. كنطلب من المسؤولين يصلحوا يصلحوا يعدلوا الزيجان يعدلوا يصبغوا من ناحيه ديال الخلاص حنا كنأديوا الواجب ديالنا ولان هما ما كاين لا الاناره لا ضو لا والو سامحين كل شيء. الضو كنبقاو الضو حتى كيفوت المغرب ب 40 دقيقه ولا عاد كتشعل الضو. حنا كنوليو نشعلوا بحال كيشعل الشمعه كاين اللي يشعل التليفون كاين اللي يشعل التيرناك. قال دار الضو الكابلي عند ديال الشارع ديال الشارع حتى كيفوت المغرب 40 ساعات كيشعل. ها السوق مجهز مريق المعدل وهذيك الخضاره اللي صحاب البلايص فين راهم ما كاين حتى شي واحد هنا كاع. كاين واحد جوج ديال الخضاره. والمشكل اللي احنا حرنا فيه ما بغوش يحميوهم وكون يخرجوا هذا السوق هذا نعم سيدي يخلوه محطه ديال التاكسي ديال الناظور بعديها جوج ديال الخضاره يعطيهم شي بلايص في شي مكان اخر ويخلوا لنا هذه بعدها محطه ديال التاكسيات بعدها. الناس راه كتحرك تما في الصيف نعم سيدي في الصيف نعم سيدي الطونوبيلات كيطيبوا في الشمس الركاب كيطيبوا في الشمس. حنا راه ما عندناش كاع المحطه ديال المركب هنا. والمركب هذا يردوا لنا محطه ديال التاكسيات بعدا يعجبنا الحال بعدا. علاش راه خاوي هكا؟ علاش؟ يجيو يقلعوا هاد الحيطان هادو منا ويقلعوا ذوك الحيطان من هيه ويردوا لنا محطه ديال التاكسيات هنا اما نتاع بركان ولا ديال الناظور بعدا الركاب بعدا نعم يركبوا في التاكسيات هنا في الظل والتاكسيات لاكري ما تبقاو لنا هنا في الظل. علاش هذا السوق قدو قداش العمازي معمرنا جوج ديال الخضار اللي معمرين هاد كلشي خاوي كلشي مواليهم هادو كيبيعوا في الشوارع ما بغاوش يعمروا البلايص ديالهم. وغادي نمشيو مشيت بيت الله نعم عند الجامع نشوفوا ديك الفوضى عاود اللي تما والازبال اللي كاين تما والوسخ اللي كاين تما. وراه حنا غادي كلشي قال عم سيدي اللي كاين هنا غادي نسجلوه وغادي نصوتوا عليه. بغيت نهضر على واحد القضيه على هذا المركب هذا وكنشدنا جميع الشرائح نتاع المجتمع تاع الزاير يعني على هذا المركب. هذا المركب كيهم الجميع الساكنه تاع الزاير احزاب سياسيه نقابات هيئات حقوقيه المسؤولين تاع الزاير اللي كيسيروا هذه المدينه المعارضه اللي ثم هذاك المجلس اللي ثم المفروض عليه يخدم المصلحه العامه للمواطنين والساكنه ديال المدينه تاع الزاير. مفروض عليه يخدموا المصلحه العامه. ذوك المعارضه راهم ثما باش اذا كانت شي حاجه ضد المصلحه العامه تا هما كيعرضوا على ذاك الشيء. نجيو حنايا هنا لهاد البلايص هذا ويوريونا فين راهو المصلحه العامه هنا في هاد البلايص فين كاينه المصلحه العامه. مول البلاصه خاسر حنا كنعرفوهم قال كيردوا لنا غير فلوسنا ويديو البلايص. داروا معنا واحد الحل في 2016 وداروا مع هاد الناس يردوا لهم الفلوس ديالهم وما ردوا لهمش الفلوس ديالهم وبقاو عاد عندهم البلايص وحنا عاطينا محضر وعاطينا اشهادات ولكن ما كاينش تفعيل هنا في ارض الواقع عاطينهم غير في الورق. السيد باقي عنده البلاصه مضرور هاد السيد حتى هو راه مضرور. البلاصه راه كيقول لك السيد كخلص عليها الكريا وطالع عليا الكريا وانا ما كنستافدش بها. وفي 2016 المجلس البلدي دار معايا واحد الحل واقتنعت وقالوا لي ردوا لك فلوسك وما ردوا ليش فلوسي. هما كيقول لك روح يمشيو يدخلوا واش بغيت توقع شي حاجه هنا ويجيو عندك. السيد راه باقي عنده ورقه يقول لك ما عطوني بو فلوس انا يعطيو لي فلوسي هالبلاصه انا راني خاسر ما عندي ما ندير بها. ها هو هذاك خاسر هذاك اللي برا كيدور على البلاصه ما عندوش فين يخدم كيجي القايد منا دخل منا خرج منا فوت منا ما عندوش مضرور حتى هو خاسر. انا يلي كان بيع هنايا وكيف فرضوا عليا برا خاسر. هذاك السكينه باللي برا راها تزقي يعني كل شيء خاسر. فين كاينه المصلحه العامه هنا؟ وريونا سيدي فين كاينه هذه المصلحه العامه هنا في هذا المركب. كنهضر على هذا المركب اللي دابا حنايا هنا ماشي كنشوفوا العكس اضرار صحيه. هاد البلايص ولاو مراحيض عموميه هنا. ها الباب اللي كيدخل ماشي غير اللي جاي يدكوها في الخضاره يلصقوها للخضاره ولاو مراحيض عموميه كيجيو الناس من برا ما كنعرفوهمش
سخاوي كيدخل وكيخرج، الناس اللي هنا كتنظر. احنا رحنا كنعانيو هنا، احنا واش حنا ما كاينش اللي حنا ما كاينش احنا ما يعني ما واش حنا ما فهمناش حنا عينا كنزقيو كنقولكم رحنا كنعانيو مضرورين ماديا صحيا كل شيء رحنا مضرورين كل شيء كنشكيو به. ها هو ها الدليل، كل شيء خاوي كل شيء مبر. فين كاين المشكل؟ ها فين كاين المشكل؟ السيد ونمشي ونوليو من الاول باش ما يبقاوش يلصقوا الخضاره غير الخضاره الخضار. 2005 تفتح المركب من اللي داروا الناس اللي دخلوا دخلوا واللي بقى بقات 24 واحد انا بيهم بقات برا. من 2005 حتى 2012 ولا 2013 عاد تفتحت التوسيعه الاولى. يعني 7 سنين وهو الشارع خدام برا. كانت غير 24، 7 سنين راه ما غاديش تبقى 24. من اللي داروا التوسيعه الاولى ما كفاهمش داك الشيء. خلاو الناس برا. من 2012 حتى 2019. 7 سنين اخرى والناس برا. ملي فتحوا التوسيعه الثانيه ما زاهمش، خلاو 26 واحد برا. هي اللي راها الدور وهي اللي خرجت هاد الناس وهي سبب هاد المشاكل. وعدوهم يعطوهم هنا، انت موعد وتعطيه هنا وكتصيفط له القايد يجري عليه من هيه. كي داير هاد الحل هذا السير المسؤول؟ كي داير هاد الحل؟ مواعد انت تعطي السيد منا بلاصه وكتصيفط له القايد من يجري عليه، راه ما عمر يكون شي حر، كيدور غير هنا، كيدور غير هنا والحل هو ما كاينش. ها هو ماشي كيزقي برا، شي كاين لداخل وشي الحل. والحل انت ما عندكمش الحل، وهو الحل كاين. ها السوق خاوي، حنا ذاك هو اللي كاين. حنا كنا هنا ورحنا هدرنا درنا فيديو من قبل وقلنا حنا ما يمكنش انا غادي نسمح محمي بالشتاء والبرد والعجاج والشمس وهذا وغادي نوض انا نخرج، ما يمكنش، لا يمكن غادي نسمح انا في هذا الشيء ونخرج. راه كيخرجوا، انتم اللي كتخرجوا. البارح واحد من الناس تاع البلديه، حنا كنا نهضروا كل شيء بوضوح، واحد مور الموتور جاي من بلاصه بعيده كيبيع لنا عند الباب لهي، اللجنه كتخدم هنا كدير السيرفيس ديالها وهو كيبيع لهي. قال لك انتم اللي كتخرجوا، وهذاك السيد هذاك اللي راه يوزن ليه واش خرج من عندنا حنا؟ ما كنعرفوش حنا فين كيبيع لهيها، شكون اللي غادي يدخل عندنا حنا هنا؟ ما كنطلبوا حتى شي حاجه حنا، كنطلبوا حنا واش انتم اللي بغيتوا تنظف واش دابا وني واحد الهضره كنسمعوها مع عند هذا مع الناس المسؤولين ملي كنمشيو عندهم كيقول لك اودي راه ما بغاوش يدخلوا. هاد الهضره انا ما خصهاش تنقال، ما بغاوش يدخلوا وهي كتشجع الناس على برا. واش تايا بنيت السوق تاع الخضره هو هذا انت غادي تفرض عليه هذيك البلاصه؟ فين درت السوق تاع الخضره انت؟ هنا. ايوا هنا غادي تفرض عليا انا هاد البلاصه نبيع الخضره. كيفاش هذه ما بغاوش يدخلوا؟ حجه بقى ما راك تشجعوا الناس على الشارع.